لقد أدى تسارع التقدم التكنولوجي إلى حدوث تطور نوعي في أدوات التخاطب والتعبير، وبات من اليسير القدرة على التأثير بالآراء والأفكار، وأصبحت التكنولوجيا الرقمية تلعب دوراً بارزاً في نشر وتنمية الوعي السياسي. فقد أصبحت نهضة الأمة مطلباً ملحاً للمجتمعات المتشتتة، في حين أن العالم من حولنا يسير نحو الأفضل في دروب التطور والتماسك. إذن هو الوعي السياسي للأفراد وحده من يستطيع صناعة استراتيجية تغييرية وخلق تنمية سياسية من خلال منصات وسائل الإعلام الرقمي. لذا كان لابد من منصة أفق السياسية، والتي تنطلق من مبادئ الشريعة لتنمية الوعي السياسي الذي يؤثر في نهضة الأمة ومستقبلها. تستهدف المنصة الكوادر والنخب السياسية وعموم المسلمين المهتمين بقضية هذه الأمة. وتهتم المنصة بعدة برامج، منها برنامج الدبلومات التي تدرس عن بعد وتضم دبلوم السياسة الشرعية، دبلوم العلاقات الدولية، دبلوم فلسطين الأمة، برنامج الأبحاث والدراسات، برنامج الندوات والمؤتمرات، ويشمل برنامج التجارب السياسية، برنامج قضايا سياسية، برنامج المؤتمر السياسي السنوي، وبرنامج المنصات التفاعلية. إذن لا يمكن أن يتحقق ذلك الوعي السياسي إلا في ظل ثقافة سياسية إسلامية واعية تعتمد على أسس تربوية وعلمية وشرعية. معاً من أجل نهضة الأمة وازدهارها.